مشعت طريق مشعت. طب انت حاسس بالرضا يعني الاستادات دي واخده نص الشارع؟ ما هو واخد نص الشارع بس غصب عنه، هيقف فين؟ هياكل عيش ازاي؟ يعملوا له سوق تجاري. كل مرة نعمل لكم أماكن وما بنشوفش أي حاجة. بص يا باشا احنا عايزين ما بنشوفش حاجة، عايزينش أكتر من كده. كل الدنيا دي كلها على الله، كله عايز ياكل عيش. في حرامية الأرصف وحرامية مش عارف إيه، هي كتبت منشطة على كده على العموم. احنا بنقول لها احنا ولا حرامية شارع ولا أي حاجة، احنا عايزين لقمة نظيفة وشغلانة محترمة، واحنا بنصور عيلة بنحمي. يعني احنا بنقف مثلا مع الحكومة وبنقف مع ده وبنقف مع ده، يعني ما بنعملش حاجة وحشة، ما بنعملش حاجه وحشه خالص. بنلاقي عربيه اسعاف بنعديها، بنلاقي بتاع بنعديه. انتوا احنا مش عايزين منكم حاجه الا لما توفروا لنا شغل، توفروا لنا حاجه، واحنا مش عايزين حاجه من الدوله الا اللي هي توفرها لنا بس، مش اكتر. تعبانين، الناس دي كلها تعبانه اهو، احنا تعبانين واقفين زينا زي اي حد اهو. ما الدنيا كلها شايفه ايه، اه شغال. انا ليه ما فرش هنا؟ انا فرش ده اول الشارع على جنب هنا. انتوا بتقسموها بينكم وبعضيكم؟ كل واحد ليه قاه، كل واحد بيتراته بياكل عيش، كل واحد بياكل عيش. وظفونا يعني، انتوا لو توظفونا وظفونا، ما يعني ما تسيبوناش كده. شغال هنا ماشي عكس كده. ايوه شغال عند الزقازيق. حضرتك شايف ان الاستاندات دي عامله لك اعاقه؟ لا مش اعاقه، امال هنشتغل؟ طب شغلونا. لا حلو شغلونا، واحنا ما بنعملش كده. شغال بتاع اكسوار. انا اشتغل ايه في الشركه؟ شغلونا واحنا ما نعملش كده، انتوا اللي بتخلونا نعمل كده. قلنا لهم دخلوا موقف الميكروباصات، لان انت كده هترمينا في حته احنا مش هيعرف الزبون يخش منها. قال لك لا انت تتشالوا ومش هيجي حد بديل. طب يا بيه وفر لنا مكان اللي احنا نقف، انت تستفاد، نبقى وصولات والكلام دوت، وبندفع رسوم للارض اللي احنا واقفين عليها، بحيث ان انت الدوله تستفاد واحنا نستفاد، وما نبقاش واقفين ان احنا ضارين الشارع او ضارين العربيات والميكروباصات والكلام ده. مكان مش عاجبك الوضع ده، شوف لي حل، شوف المكان غير الاماكن دي. ايه يعني كل دي شباب عايز ياكل عيش، واللي وراه مسؤوليه واللي وراه اهل، واخد بال حضرتك؟ هاكل عيش ازاي؟